عقد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي اجتماعه الخامس في القاهرة برئاسة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد. وفي بداية الاجتماع أشاد أعضاء مجلس أمناء المرصد العربي بالتوجيهات والمبادرات الملكية السامية لجلالة الملك عاهل البلاد المفدى، وبمساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المحلية والدولية، وما تشهده منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين من تطور وازدهار. كما أقر مجلس أمناء المرصد خلال اجتماعه تنظيم مؤتمر عربي سنوي لحقوق الإنسان يبرز المبادرات العربية في حقوق الإنسان يعقد مطلع كل عام. هذا ورحب المجلس بتوقيع المرصد على مذكرة تفاهم مع كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا. وتأتي أهمية الاجتماع لبحث خطة عمل المرصد بما فيها مقترح إطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان 2022 الذي يهدف إلى أن يكون آلية حقيقية لقياس التطور الإيجابي في مجال حقوق الإنسان على مختلف المستويات.